عسلامة مسيو. عسلامة أختي. قدم لنا روحك. أنا اسمي كمال وسلي، مقيم بفرنسا دان لا دغوم. عند خرجت عام 91 1990. كاين كونطرا دو ترافاي؟ نو، خرجت هذيك الكونطرا دو ترافاي ومن بعد حرقت، كسرت الكونطرا، قعدت 5 سنين ما غيرش وراق، حتى العام 98 خذيت وراقي. اي دوبوي عندي تو جنسية فرنسية والحمد لله يا رب. كيفاش كانت التجربة مسيو؟ التجربة كانت صعيبة، فماش حاجة يسهل، فما حاجة يسهل بنتي. سيتي تري ديفيسيل، مي خير من توا، خير من توا. كانت الخدمة كانت سهلة، تنجم تلقى خدمة. كيفاش نقول لك، الجالية العايشة اللي هي عاونوك شوية. توا كل حد يخمم غير في روحه، باسكو الدنيا غلات برشا، حتى غادي مش غير هنا، حتى غادي غلات الدنيا برشا، والناس يكملوا في الشهر بالسيف كما نقولوا نحنا. سيرتو شو بو فيديا، فما برشا مساكن في المدينه نعيش فيها انا، توانسه مغاربه دزاير ما عندهمش اوراق، تعبين برشا، تعبين برشا. وروزمو فما جاليه تونسيه ولا دزايريه ولا مغاربه يعاونوا شويه في ولاد بلادهم، سينو سي تري تري ديفيسيل، ما فماش حاجه سهله. شنو صعوبات الغربه اللي يتعدى بها اي انسان؟ صعوبات الغربه، شنو هي الغربه؟ اذا كان عندك اوراقك كل شيء محلول لك، تخدم تعيش. الصعوبات ما هي انسان ما عندوش اوراق يبو با فيفغ، يبو با ساتيسفير سي بوزوان، ما ينجمش ياكل، ما ينجمش يشرب، ما يلقاش السكنه. هذا هو الشيء الصعيب. خاصة ما يكون عنده حد معناها غادي. سي اونكور بيغ، اللي ما عنده حتى حد، سي مشكل كبير مسكين، خاطر ينجم يبات لبرا. انا شفت بعيني في الشتاء ناس حاطين جراري فوق منهم ويفركشوا على الباتيمات محلوله باش يدخل ينعس غير في كيما نقولوا نحن في دانزون، يلقى اول محلول باش يدخل لبانكا محلول. توا حتى لي بونك فرموهم في الليل، تي بو با ما تنجمش تدخل. تالمون شافوا برشا اللي كا هذوما اللي قلبوا باش يرقدوا في الليل في لي لو كوفيد كوا، بس سكرهم حتى البنوك ما عادش تحل في الليل. ناس تعبه برشا. يعني حتى الصعوبات تختلف بين قبل وتوا. فما فرق كبير، فرق كبير برشا. توا حتى اللي باش يخدمك يخاف على روحه، باسكو ما عادش تعرف القانون. توا انت من الانسان يخدم واحد ما عندوش اوراق ياخذ خطيه. ان غوس اموند فيها حتى الحبس. ايماجين ليستر واحد يخدم واحد ما عندوش اوراق ويتيح، يعني في الخدمه تولي له مشكل. يعني حتى تو باش يخدم واحد يخاف. فما ناس عربي يعاونوا، ولاد البلاد يعاونوا فيهم، لكن واحد يعمل بالماكسيموم. توا هذا توا نحكي لك. توا قبل كانت سهله. قبل انا في وقتي، انا نحكي لك، انا خرجت عام 91 حتى 98 كانت سهله، كانت برشا، كانت فلاحه. ناس تخدم خاطر ما فيهاش ريسك كيما نقولوا نحن. ناس تخدم حتى الباتيمون، فما ناس يعني يعاونوا، فماش كنترول برشا، مش كيف توا. توا ياسر كيفاش نقولوا نحن كنترول، فما ياسر يفركسوا على الناس هذوما اللي يخدموا من غير اوراق، خاطر ولات مشاكل كبيره برشا. حتى فرنسا عندها مشكل ماديا، حتى فرنسا متسلفه ياسر فلوس، وتوا ولاو يفركسوا برشا على الناس اللي تخدم هكا، خاطر ما فماش مدخول للدوله، ولاو حاضين كل شيء، ولاو يفركسوا على كل شيء. فهمتني؟ يعني هذاك على صعب شويه على الناس مساكن ما عندهمش اوراق. مي ابري انا ما نجيش نقول حتى الناس ما يخرجوا ولا ما يخرجوش، هذه اقسام ورزق بيد الله سبحانه وتعالى، اللي حب يخرج. مي راهي مش سهل، ما هي سهله كيف قبل. وقتاش ينجم يلقى فرصته الشاب معناها؟ الشاب التونسي وقتاش يلقى فرصته، ولا الشاب اي عربي بصفه عامه، هي الاحسن ان ننصحه توا يخرج كونت افيك، يفركس كيفاش يخرج بكونترا دو ترافاي. ونسي با اوبليجي لاوروب، راه توا كندا ما عادش قاعدين نشوفوا في الاخبار. انا عندي توا 40 من دخلت تونس، صافي 15 يوم كندا طالبه يد عامله، يعني دو تو لي دومين. واحد يعمل كونديداتور ما غير فلوس، يعمل كونديداتور واحد ويمشي غادي كيعيش الحمد لله رب. ونسي با اوبليجي لاوروب، يا با كو لاوروب، لاوروب ما فيها والو. انا نقول لكم صراحه، لاوروب توا فرنسا المانيا ايطاليا ما بقى فيها شيء توا. الا هما تخرج بوراق راك تخدم الحمد لله تعيش عايش، اما يعني اللي باش يخرج يقول لك حارق ونعمل ونعمل. ابخي ما الارزاق بيد الله. ما اغلب الشباب قاعد يخرج حارق. بيان سور بيان سور، جو لي كومبخون، متفهمها انا توا، متفهم الجوناس التونيزيان يحبوا يحرقوا ويخرجوا معنا. مي سي با اون سوليسيون، ماهوش حل. فما صعوبات في اخذ التاشيره. نقول لك علاش صعوبات في اخذ التاشيره، خاطر برشا خرجوا بتاشيره وحرقوا. ناس مام، ناس تخرج من هنا عندها يعني عندها بلايص تخدم، فما بوليس، فما الحرس، فما الديواني، فما اللي يخدم في السبيطار يخرج. وش لي كومبخون، انا متفاهمه اصحاب المشاريع متفاهم، فما توبه تحرق،
فما توبة تحرق، فما مهندسين، فما مش الأحسن مش بالطريقة هذه. يعني واحد يخرج بنظم خيله، ننصح أنا وأبقي كل حد يعمل يظهر له كما نقولوا. نعم باش تنصحهم؟ ننصحهم صراحة هي باش توا الناس باش يقولوا هذا مهبول، هذا اللي عنده رزق في البلاد هذه ويخدم على روحه، والله ما فماش بخير من بلاده. وهي نعاود ونقول لك الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. فما ناس تخرج ينجم في جمعته يقد وراقه، وفما ناس تخرج يقعد 10 سنين ما يقدش وراقه. صحيح، أما نتصور معناها اللي قاعدين يخرجوا ما عندهمش رزق، ما عندهمش خدمة، معناها عاطلين عن العمل. عاطلين عن العمل لكن يدبر راسه، باللي يدبر راسه. ماهوش باش انسان نقول لك انا ماهوش يعني كل باش يكون ولا يقول باش نعمل فلوس ولا شي حاجه. هذه اللهم خذيت وريقاتك راك في الحلال نحكي لك، ابقي الحرام شكان في سكيفو. انا ما ندخلش في شيء، يعني نحكي لك يعني على التجربه نتاعي. انا الحمد لله يا ربي تو انا عندي واحد معرس وعندي صغيراتي، انا مونديغانيين 22 والدين فرنسا، انا ما ولديش انا والحمد لله يا رب. انا ما نكذبش عليك ما نجيبش تو هاني، كبرت في البلاد، كبرت حتى خرجت من تونس عمري 11 سنه ما نقدرش نرجع نعيش فيها. ديجا كنت نسالك السؤال هذا، ما نجيبش نعيش فيها ما نكذبش عليك تو 40 ليه تبدلت ياسر صعبت من ناحيه صعبت. شنو هي صعبت؟ صعبت سي فري تو الناس اللي عايشه هناك السميك ما يخليهمش يعيشوا مساكن كيما يحبوا، لكن صعبت من ناحيه كيفاش نقول لك، ما عادش تلقى راحته الانسان، فهمتني؟ ما عادش تلقى راحته، ياسر موفمون، ياسر حس، ياسر تهمج. يمكن تو نحن عشنا حاجه ما شفناش شيء هذا، ما عادش نشوفوه يوميا. انا ما نكذبش عليك انا ما عادش نجم تو نجي، تو انا جيت على جال امي واخواتي، عندي اخواتي ما نكذبش عليك تو انا جيت عندي دخلت النهار لحد في الليل تو عندي 40 جو دوفيان فو، ما فما حتى شيء يعجب، تحب ولا تكره فما حتى شيء يعجب. اولادك يجيو لتونس؟ يجيو ولادي، مي ما عادش يحبوا يجيو. انا مرتي مغربيه يبريفير لو ماروك كو لا تونيزي. انا كل عام نمشي المغرب وتونس، كل عام نمشي المغرب وتونس، في العام نمشي 4 مرات لتونس 5 مرات للمغرب. مي اولادي انا يبريفير الي او ماروك كون تونيزي، باسكو هي كل بلاد ورطالها كيما نقولوا نحنا. مي المغرب تلقى روحها فما حاجات فما ما يتشاف، حتى تونس ما شاء الله راهو. مي لو بروبليم كيما قلت لك الشعب ماهوش راضي بالشيء اللي عايش فيه. يا خويا خدم انت، تحرك شويه وربي يحلها لي. انا كل مرحبا بيك في تونس مسيو، نخلي لك كلمه الختام. الله يفرج على البلاد هذه سيتو سكو جو. نحن نتبعوا شويه في الوضع اللي صاير سياسيا ان سو مومون، ان شاء الله ربي يفرج على البلاد، وان شاء الله الشباب التونسي يوعي بحاجه، وانه راه يا با كو اليترونجي سمحني، مش غير في الغربه تنجم تعمل حاجه، حتى في بلادك تنجم تعمل بشويه تنجم تعمل. واللي عنده حاجه في بلاده يخدم على روحه ننصحه يشد بلاده. والدوله زاد يلزمها تخمم في لاجوناس، تسيب الاراضي الفلاحيه عندنا ما شاء الله، خلي الناس تخدم، سيبوا اللي شوف لا مواندغ دي شوس الفلاحه تو يتشكاو ويتبكاو، هل الطماطم غاليه، هل البطاطا غاليه، هل كل شيء غالي. يا خويا اعطي الناس خل تخدم، سيب لها الاراضي خل تخدم، اعطي لاجوناس خل تخدم، مولها ومن بعد حاسب. هذاك الشيء اش قاعد يصير في تو شوف انت المغرب اقتصاديا علاش هما خير من، باسكو هما التصدير اللي يصدروا فيه هما يعيشوا في اوروبا. نحن تنجم حتى احنا بلادنا بلاد خيرات، لكن ما فماش المحاسبه ما فماش. شكرا مسيو.